مشاهدينا في النشرة الدولية لاحقا. والآن عودة إلى الزميل هارون ولميس. نعم. شكرا نار. ومشاهدينا، من الأخبار الدولية ننتقل بكم إلى الأخبار الرياضية مع الزميل جمال نيتمر. أهلا جمال. أهلا بك زميلتي لميس، أهلا بك زميلي نور، أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى الموعد الرياضي، حيث تؤكد مؤسسة متعامل الهاتف النقال نجمة وعلى رأسها مديرها العام السيد جوزيف جاد مرة أخرى على مؤازرتها الدائمة والصادقة للخضرة ومناصرية المنتخب الوطني، أين ستنظم تنقلا للأنصار أو لأنصار الخضر إلى بلاد مونديلا. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تنضم مؤسسة نجمة للاتصالات برئاسة مديرها العام السيد جوزيف جاد كشريك دائم كما عود الجزائريين عليها في دعمه المتواصل واللامحدود إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمرافقة المنتخب الجزائري خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا للأمم أورانج كان 2013 التي ستجري فعاليتها بجنوب أفريقيا، وهذا لمؤازرة الخضر في مشواره بالكان، حيث يطلق الشريكين عملية كبيرة لفائدة المشجعين الجزائريين لتسهيل لهم التنقل والإقامة في أحسن الظروف، ويستفيد المشجعون من دعم كامل يضم تذكرة السفر وإقامة نصف داخلية في الفنادق، بالإضافة إلى إجراءات التأشيرة والنقل والتنقل نحو جونزبورغ، فريتوريا وروستنبورغ وتذاكر الملعب وتأمين السفر. كما توزع نجمة خلال هذه الرحلات قبعات وقمصان وراية وطنية. وتعد نجمة وعلى رأسها مديرها العام السيد جوزيف جاد الذي أثبت على جزائريته أكثر من الجزائريين الذين يدعون دعم الخضر بالكلام فقط الداعم الأول والدائم للمنتخب الوطني الجزائري بعيدا عن لغة النتائج، حيث أكد جاد وما زال يؤكد على الميدان على وقوف نجمة والتزامها الصادق ودعمها الدائم للمنتخب الوطني الجزائري، وبأنها تأبى إلا أن تعبر كما فعلت ذلك في العديد من المناسبات بالتزامها الدائم والصادق مع الخضر. في أخبار محترفينا،